وعد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الانسداد السياسي وعدم تشكيل حكومة بعد 5 أشهر من الانتخابات أمر مقلق وغير مقبول. وفيما حذر في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة بدر من انزلاق البلاد في آتون متاهات خطيرة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. أن الانسداد السياسي الراهن وحالة غياب التفاهم على إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد مضي 5 أشهر على إجراء الانتخابات بات أمراً مقلقاً وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لا سمح الله لانزلاق البلد في آتون متاهات خطيرة، ويمثل أيضاً عائقاً لا ينبغي التهوين من ضرره على مسار بلدنا وما يأمله شعبنا من تطلعات في مختلف المجالات والمستويات. أن الحراك السياسي سيداتي سادتي يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها، وعلى كل الفرقاء طوي الخلافات وإعادة الأمل لشبابنا الناهض واستعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر الشرعية للحكم.